وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان، رئيس بعثة مملكة البحرين للحج. مساء الخير فضيلة الشيخ عدنان. مرحبا أستاذ علي، حياكم الله. الله يحييك فضيلة الشيخ. يعني لو تطلعنا على أحوال حجاج مملكة البحرين خاصة بعد اكتمال أعدادهم. نعم، حفظك الله. يعني كما تفضلتم، اكتمل ولله الحمد بالأمس وصول جميع حجاج مملكة البحرين من المواطنين والمقيمين إلى مكة المكرمة، وهم بحمد الله بخير وسلامة. وعدد حملات الحج لهذا العام 57 حملة، وتقوم جميع اللجان في البعثة هذه الأيام على قدم وساق بتقديم أفضل الخدمات لحجاجنا بناء على توجيهات القيادة الرشيدة. نعم فضيلة الشيخ، يعني ما هو مدى يعني التزام حملات الحج البحرينية والحجاج عموما يعني بقوانين الحج هذا العام؟ نعم، لقد تم إعلام جميع المقاولين والحجاج بكل القوانين والتعليمات التي ترد إلينا أولا بأول، سواء الصادرة من اللجنة العليا للحج مملكة البحرين أو الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالحج من المملكة العربية السعودية. وحجاجنا ولله الحمد يعني ملتزمون بهذه التعليمات ومتفرغون لأداء مناسك الحج. وفي هذا الصدد يعني يتوجب علينا تقديم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وحكومته الرشيدة بالمملكة العربية السعودية على ما يقدمونه من خدمات وجهود جبارة من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام. نشكرهم أيضا على تعاونهم الكبير حقيقة مع بعثة الحج البحرينية وحملات الحج، خصوصا وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية والجهات ذات العلاقة، فما وجدنا في الحقيقة منهم إلا كل تيسير وتسهيل في وتعاون من الجميع. فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان، رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، شكرا جزيلا لك.